فعادات هذا الشهر الفضيل تكمن في نشر المحبة والخير بين الناس بعيدا عن أي نوع من أنواع التمييز، وتكتمل بالتحفيز على عمل الخير والإحسان. وتأتي نشاطات مميزة مثل القرية الرمضانية لتضيف لمسة مليئة بالأمل والفرح على حياة أطفال حرموا سعادة الطفولة بسبب وضع أهلهم المادي، كما أنها فرصة للأهل الذين يتخبطون بمشاكل الحياة اليومية بدءا من الوضع المعيشي التعيس ليروا بريق العيد في أعين أبنائهم لو لشهر واحد فقط. بالفرح، بالبسمة الموجودة على وجوه الفقراء والتعبانة. شو هالتحدي الكبير اللي إصرارك على أنك تفتتح هذه القرية وتضلك مستمر بالسابع سنة؟ أول شيء برفض كلمة المعترين والفقراء، هو اللي عائلتنا وعيالنا، هو اللي بيرتي يلي يمكن الوضع الاقتصادي حطهم بموقف فيها. نحن بتذكر على أيامنا ما كنا نحن صغار، كنا بالآخر هيك الشوية اللي نشوفه من السبعينات لهلا ما قدرنا نعيشه. عم نجرب نقول لهم لأهل بيروت والله فينا نعيش مع بعضنا، بيتركوا مشاكلهم على الباب ولما بيفوتوا بصفي كلياتنا عايشين مع بعضنا. ليه ما فينا نكبر ونعمم هالشيء الموجود فيها؟ انت لما ابتدينا احنا بال97 من 22 سنه بالمؤسسه كانت الفكره ان نعلم العالم، بدنا نعلم فوق ال 160 الف لبناني. فتنا بمشروع القروض الصغيره 10000 عائله صفت اليوم تملك مؤسساتها. بلشنا بموضوع المستوصفات العنايه الاوليه، نعتبر من اعلى من اهم المؤسسات. بس هذا كله منيح، بس بالنتيجه اذا ما حس المواطن انه قادرين نعيش مع بعضنا مثل ما انك شايف اليوم الجو تعايش، هيدا بكون نحن فشلنا. هيدا جو رمضان، ونحن اصرارنا لانه ثوابت هالمدينه وثوابت الاسلام وثوابت لبنان ما فينا نطلع منها. يمكن في ناس كتير بيعتبروا انه كل ما بيفرقوا هالطائفة وكل ما بيفرقوا لبنان انه بيرتاحوا. انا بالنسبة لي الطريقة الوحيدة فينا ننجح اذا كلنا اشتغلنا مع بعضنا، ويلي شفناه انه اليوم في مشاريع شبيهة. الله يطول بعمر المملكة العربية السعودية ودولة الامارات عم يعملوا شغل، لكن ثلاثتنا عم نوسع هالبسمة على وجه العالم، وان شاء الله هالأشخاص يلي متمولين بهالبلد ويلي بيحبوا عمل الخير يتعلموا ويوسعوا أكثر، لأنه بصراحة شعبنا بيستاهل أكثر ما نحن عم نعطيه. أكيد نحن بظروف اقتصادية كتير تعبانة، بس قد ايه تحدي كبير بالنسبة للي عم تشتغلوا أنت؟ أنا عندي ثقة بفريق العمل، إن كان مؤسسة مخزون بيروتيات يلي برهنوا فعلياً إنه في ياخذوا أي تحدي وينجحوا فيه. بقى هلا شغلتنا ندفشهم اكثر حتى يفرجونا قديش في يوصلوا ويحصلوا من هالوضع هيدا. ما عندنا شك في كذا سواد، الله يقويك يا رب، نعد عليك يا رب. كل عام وانتم بخير وان شاء الله تكون سنه خير على الجميع ان شاء الله. نعد عليك. مؤسسة مخزومة قد ايه عم بتضوي على المجالات اللي عم تشتغلها الإنسانية، وقد ايه عم نعمل هون كمان حملات فينا نضوي على كل هالمواضيع؟ أكيد. بتعرفي لينا نحن من المؤسسة موجودة من سنة 97، يعني هيدي تقريبا صارت السنة 22 لإلها. العمل الإنساني والعمل الخيري منه جديد عليها. نحن بنفتخر انه من احد هالجمعيات الناشطة ببيروت، ما منقولها هيك بس لنتباهى فيها، بالعكس نعتبر هذا واجب علينا وبنعمله، وهذا كله راجع من نفس المؤسس سعادة النائب. صحيح، تاعت سعادة النائب مخزومي. المؤسسة من 22 سنة عم تشتغل بهذا العمل، من 7 سنين انتقلنا من بس شغل بمراكزنا لشغل هون بهالقرية الرمضانية اللي هي ضمن جمعية بيروتيات كمان. تنظيم جمعية بيروتيات، صحيح. بلشنا بهذا العمل سويا، مؤسسة مخزومة والقرية الرمضانية بمساعدة وتنظيم بيروتيات عم تعمل هذا النشاط السنوي لسابع سنة. مثل ما شفت القرية هي عبارة عن أكثر من وجبة، نحن منقول عنها هي مش بس مجرد وجبة، هي سعادة وفرح وتضامن وتطوع وتكافل، توزيع تياب العيد، العيادة النقالة للمحتاجين وحاجة. منحط كل عمل الاجتماعي مع بعضه ليكون شامل ومتكامل، لنجرب نساعد أهلنا خلال هالشهر الفضيل. 2000 وجبة عم بتقدمه، 2000 وجبة سخنة كل يوم،
يعني قد ايه انجاز قوي، 2000 وجبه سخنه ب 1400 بتوزع على الكرة و600. صحيح مزبوط، اسم الله عليك، بتعرف المعلومات اكثر. انا مهندس مخزومي اساسا. اهلا وسهلا. حبت فيهم لانه استاذ فؤاد عنده روح الانسانيه وهذا اللي تميز فيه، وبحب الناس وبحب يعيش بين العالم غير كل اي انسان. يعني هيدي حقيقه. صح قلت اللي بدي اقوله يا لينا، وبزيد عليك هذا الألفين مش بس بنقولهم انه والله يعطينا العافية، لا مش نحن اللي يعطينا العافية، يعطيهم العافية كل هالمتطوعين وفريق العمل اللي بيخصص حاله على مدى 30 يوم لنقدر نقوم بهيك عمل جبار. شهر رمضان شهر العطاء، شهر الإنسانية، شهر المحبة، لابد من هالشهر الفضيل نضوي على الأمور الإنسانية. وأحلى أمور الإنسانية وأجملها هي بالقرية الرمضانية اللي موجودة بفردان برعاية مؤسسة مخزومة وجمعية بيروتيات. هاي القرية الرمضانية هي مثل فكرة رمضان بكل معاني، رمضان العطاء والمحبة والتكافل والتعاون والتسامح، وأن نكون كلنا مع بعض والعائلة كلها على الطاولة مجموعة، وبالآخر الصايم ما بيعرف، يعني في الصايم الفقير مثل الصايم اللي أفقر مثل الصايم اللي أغنى، كلهم مع بعض عم بيكونوا موجودين، حدا عم بيساعد التاني، وهذا هو الهدف من هذه القرية، هي صرح لحتى نقدر نحن يتجسد فيها كل هذه المعاني من خلال يا أما الناس الصايمين بيستفيدوا، يا أما المتطوعين من الشباب اللي بحبوا يساعدوا ويساعدوا مجتمعهم، اللي بحبوا يكون عندهم عنصر فعال، يكونوا عناصر فعالة بمجتمعاتهم، بتأمن مصدر رزق لكثير من الأرامل والسيدات اللي موسمياً بينطروا رمضان لحتى يشتغلوا في ثوب العيد، وفي المسرح اللي هو هالأطفال اللي بحقلها تفرح. يعني بيجي عيد الفطر كل الولاد بحقلها تفرح، في ناس ما بتقدر تفرح، فنحن بنساعدها من خلال ثوب العيد، ومش نحن بس لحالنا، كمان الناس بتساعدها، بتقدم لها ثياب وبتقدم لها ألعاب. وطبعا مثل ما شايفه المسرح هو فرصة سنوية لهالولاد انه يستمتعوا بشو كتير حلو ما بيقدروا يشوفوا وين ما كان وكيف ما كان. فهذا الجو العام مثل ما شايفه هذا الاسبري، حتى في اناشيد روحية روحانية، يعني موالد وروحانيات، فتقبوا كل الاعمار. صح. مش بس الاطفال. صح. كمان مزبوط، هو الكبار، يعني بنضلنا منذكر بهذه الروحية تبع رمضان اللي نحنا فقدناها شوي، خسرناها القديمة. صح، يعني التراث البيروتي وكيف كنا كيف العيال برمضان كيف كانت تتواصل مع بعضها، هذا هو الهدف من هذه القرية، وبعدنا عم ضلنا يعني سنة عن سنة عم نتحسن.